بدكم بلعم صبح ببلاش يا عم صبح والله في كم يا احمد ببلاش لتاني مره على التوالي على كرات بورصه المشمع المهندس محمد جبت لكم اول عرض كلكم تمتعتوا به ودي ثاني عرض هيهز الكوكب كله التاجر قبل الفلاحين قبل الجمهوريه بحاله هوريكم العرض كده 31 خروف طلع محمد يا ولي طلع يلا السلام عليكم ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بسم الله بسم الله ما شاء الله بسم الله الغنم يلا خش على الغنم خش 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 الغنم طلع بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي الغنم هات الغنم يا مصطفى اللهم صل على النبي مفيش مندي مفيش مندي والله الغنم يا مصطفى كده بالراحه يا مصطفى هو مصطفى المره يصور الغنم بالواحده كده مصطفى بالراحه وايدك ماشي ماشي بسم الله ما شاء الله صلى على النبي كده صلى على النبي هات الغنم بس صلى على النبي كده ما تستغربوش اللي انا عامل العرض ده ما تستغربوش والله اللي بيعه كان الدنيا بايظه ما خالص وبيعه غصب عني غنم لحمه اهي تطلع بعد شهر غنم لحمه اهي تطلع بعد شهر والله اللي بايعهم بايعهم غصب عني هات يا مصطفى الغنم واحدة بواحدة كده يا مصطفى صلى على النبي صلى على النبي شوفوا المال شوفوا المال بسم الله ما شاء الله الله أكبر لسه جايين امبارح وبالليل والله الله يبارك لك يا حاج أحمد الله يبارك لك بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله غنم تطلع بعد شهر هي غنم لحم احتبى الله اكبر الله اكبر الله اكبر بسم الله ما شاء الله نزل يا محمد الحلو ده بدل ما يكسر الطوال متعوا كده معانا حط لنا لايكات كده شير الفيديو دي عشان الناس كلها تتمتع بسم الله ما شاء الله الكاميرا مش غافل مش عارفه تجيب حلاوتهم والله بسم الله ما شاء الله غنم تطلع على رمضان ما فيش اقرب من كده بعد شهر تطلع اهي حلب الواحده اهي غنم بالواحده جايب لكم الواحده اهو الله يسمح للي كان جنوم والله الله يسمح له غنم برضه خدتهم من عندي واداهم لي اما طلعهم قال لي انا كنت وعدك ان انا اداهم لك وما رضاش يبيعهم لحد غير وساب للمتابعين بتوعني والناس اللي بتحبنا كلهم في كل حله زاد من 1000 جنيه بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله الله اكبر بسم الله ما شاء الله امسك لي كده دولي امسك لي كده نقول عرض دي بقى عرض قنبله قنبله عرض قنبله عم صبح ببلاش يا عم صبح والله في كام يا احمد ببلاش عرض قنبله عم صبح ببلاش يا عم صبح والله في كام يا احمد ببلاش بكام الناس اللحم ماشي دلوقتي ب 240 و250 ال 65 الف كيلو الستات 65 الف كيلو ماشي ب 240 250 يعني ده حلو محيه المفروض يبقى ب 300 320 ولا ب 320 ولا ب 300 بكام يا احمد ولا ب 280 عايزين عرض يا احمد يكسر الدنيا بالكيلو كمان مش فك الناس بتقول لك الغنم زياده ما تطلعش بالكيلو هبيعها لكم بالكيلو
ولا ب 200 ولا ب 300 ولا ب 280 ولا ب 270. اقول لك ايوه اقول لك بكام. خلي الغلابه يا احمد تكسب يا احمد. بص كل عليك كل عليك رزق الغلبان والله. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. لحظه كده مش مهندس كده. الغنم قدامكم يا جماعه زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ايه عشان غلبت بقى. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بسم الله الخروف العقد الظهر المليان غنم غنم يعني خروف الرحمن وكلك لباني. الله يبارك له. ماشي ازاي لباني مع حضرتك يا باشا. المطاعم اللي عايزه تذبح دلوقتي بتحب تذبح 47 48 كيلو اهي تذبح ماشي تجني ماشي طلع على ايدك كبير ماشي طلع على رمضان ماشي تطلع النهارده ماشي كل حاجه. بص معاه لازم تتمتع انت في مزرعه الحاج والغو بس لازم تتمتع. الله يبارك لك يا ابني. الله يبارك لك يا ابني. الله يبارك لك يا ابني ويحفظك يا ابني. الله يسمع اللي كان جنوم والله اداهم لي والله الحل ناقص ازيد من 1000 عشان خاطر المتابعين كله. نقوله بكام؟ قول يا احمد. الحل مش بدمن مش ب 20000. انت على طول انت على طول بتعمل مفاجات انت. مش ب 20000. ماشي. ولا ب 18000. ماشي يا حمود. ولا ب 15000. ولا ب 13000. ولا ب 320 جاي. اللي عايز يشتري على الجاي ما بيع له جاي. ولا ب 300 ولا ب 280. الا ده عرض كسر الدنيا. زي اللي بيبيع لحم ب 65 المفروض يبقى الناس اللي بتبيع لحم ب 65 بتبيع 240 250. احنا هنبيعهم ب 250 جنيه الخروف ال 45 كيلو. اخر كلام. زي اللحمه اهو. الله يبارك لك يا ابني ربنا يوسع عليك يا ابني. 65 كيلو ببيع 45 كيلو 47 كيلو غنم ديت ب 250 جنيه. ربنا يوسع عليك يا ابني. عايز تاخد كلاب نظره خد، عايز تيجي وتوزن خد. وغنم مش ب 15000 ولا ب 14000 ولا ب 13000 ما عندهاش الكلام ده. ضربه قويه للتجار قبل الفلاحين. ربنا من داخل مزارع الحاج والخباسي. ضربه قويه من داخل مزارع الحاج والخباسي. بكل انحاء الجمهوريه. من ضربت على الغنم تاني يا حاج احمد عزك. بص الغنم كده. بص 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 الغنم. الله يبارك لك. الله يبارك لك يا ابني. بص الغنم. الله يبارك لك. صل على النبي يكسب. الله يبارك لك. اللي صل على النبي يكسب. وحش وحش اهو اهو وحشه. غير كلها كلها. وحشه وحشه وحش. اللهم صل على النبي الخروف. شايفين يا جماعه شايفين الغنم. الله يبارك له يا ابني. الله يبارك له جنايو. الله يبارك له. كم دون كم خروف يا حاج احمد باذن الله دول؟ 31. شايفين 31. شايفين يا جماعه ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله تبارك الله. ضربه قويه من داخل مزارع الحاج وقف بس تبارك الله. مش هنحن متابعينا ومحافظين من اي حاجه والله تبارك الله. اتفضل يا عمدة. ماشي مع حضرتك اهو. نبص على الغنم تاني يلا. اهو. اهم حاجة الناس اللي معانا تعمل شير كده للفيديو الحلو دوت والمال الحلو دوت ويحطوا لنا لايكات كده. يحطوا لنا لايك ويشوفوا البال الحلو دوت وشير الفيديو ده ويصلي على النبي. غنم ب 250 جنيه، غنم 45 كيلو، تذبح ماشي. عايز تاخد بنظرة خد بنظرة. عايز تيجي تاخدهم بالميزان في 250 جنيه تعالى خدهم في الميزان ب 250 جنيه زي يعتبر اللحم ال 65 كيلو اهو. طب هم سيبك من الميزان يا حاج احمد. طب هم على بعض كده الخروف بكام؟ ها؟ في بعض كده الخروف بكام؟ يعني انا عايز اخد بنظره مش عايز اخد بالميزان. ايه؟ لما عايز اخد بنظره ما اخدش بالميزان. بكام الخروف كده ان شاء الله؟ ب 12000 وخلاص. ما يسوحنا من 12000. والله يسوحنا من 12000. والله فعلا بس في 12000 وخلاص. الله يبارك لك يا ابني. الله يبارك لك يا ابني. ولا في 11 ونص. الله يبارك لك يا ابني. والله اقول لك ولا في 11 و200. يطلعوا على رمضان دول 12000 وخلاص. الله يبارك لك يا ابني. الله يبارك لك يا ابني. ولا في 11 ونص. الله يبارك لك يا ابني. والله اقول لك ولا في 11 و200. يطلعوا على رمضان دول يا احمد. غنم والله ولا 11 و200. ايه يطلعوا على رمضان ان شاء الله. هم غنم 5 تطلع على رمضان. عايز تقعد العيد قعد العيد. عايز تذبح دلوقتي اذبح دلوقتي. هم قالوش يذبحهم. هما كل حاجه معاك. بص عرض ما حدش متخيله خالص. كل حاجه ماشي معاك. ربنا يوسع عليك بعد اذنك كده يا ابو حميد. للمطاعم ماشي لاي ما حد ماشي ما شاء الله ما شاء الله. وبرضه اللي عايز غنم من دي عشان الغنم الثاني اللي عايز غنم من دي يا عم صبحي يا عم صبحي اللي عايز غنم من دي يقول لي انا عايز من عرض ابو 31 واحد. عايز من عرض ابو عشان افتكر عرض اللي جاي اللي عايز غنم يقول لي عايز من عرض ابو 31 واحد. عايز من عرض ابو ميت خروف اللي فات يقول لي عايز غنم زجاجه ومال دي غنم خشنه كبيره. يقول لي عايز من عرض 31 قبل ما يجي يعني عشان لو ديت بقى. انا والله عملت عرض 100 خروف لحد دلوقتي ما عارف المهم تاني عشان اعمل لك العرض. مش عارف من كتر الناس اللي جات لي والناس اللي حاجزه مني غنم ما انا عارف. والله يبارك
الجميع وكل يصلي على النبي الملك الحي وذاك عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. لف لف كمان غير شويه غير معبودين على النبي. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. انت في مزرعه الحق والغبيسي، انت هنا في مزرعه الحق والغبيسي، يبقى تصلي على النبي وتحط لنا لايكات بس. ايه رايكم في المال بالله عليكم؟ ما بنقومش غير المال الحلو. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. والظهر بالصلاه على النبي، ظهرهم بسم الله ما شاء الله. الله يسمح اللي كان جنوم. والله غنمنا برضه، غنمنا واخدها مننا. بسم الله ما شاء الله 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 اكبر. صلوا على النبي يا جماعه كلكم بالله عليك المال ده، صلوا على النبي بالله عليكم. نختموا الفيديو ده بالصلاه على النبي مع تحياتي قناه بورصه الماشي مع المهندس محمد.